مرة تانية مع حضراتكم فقرتنا فقرة بايوديرما، والنهاردة احنا بنتكلم عن البشرة والصيف. الصيف داخل، كل واحدة فينا نفسها تعمل لون وبرونزاج والتان وحركات ونقعد في الشمس ونحط كريمات واللي معروفة واللي مش معروفة. هل ده ليه ضرر مباشر على البشرة؟ بيسألنا يكون معنا الدكتورة منى السابع استشاري جلدية وتجميل، تقدر تجاوبنا على الموضوع ده. يا دكتور مساء الخير الأول. أهم حاجة وكل المواضيع الأهم، أهم حاجة التان طبعا، التان بتاع الصيف، وعايزه ابقى ذهبي وعايزه ابقى برونزاج ومن ذهبي لبرونزاج كل الناس طبعا موضوع التان ده مجننهم نعمله ازاي من غير ما انا بسمع اننا ما بنتعرض للشمس بنعجز بدري وبشرتنا بتبوظ؟ طبعا وكمان دلوقتي عشان موضوع ثقب الاوزون والكلام ده بنعمل بشرتنا السرطانات كمان. ازاي بقى ناخد اللون اللي احنا عايزينه بالزبط، من غير ما نعمل لنفسنا مشاكل بالزبط. كان زمان ناس تحط حاجات فيها زي ميه الشعير والحاجات دي ويتعرضوا للشمس، تبتدي تلاقي بعد الصيف في بقع، مناطق فيها غمقان ومناطق لا، ونبتدي نعالج طول الشتاء. دلوقتي في سبراي نازل اوتو برونزاج، يديكي برونز لكل جسمك ما يتشالش بالميه ايفن الا بعد اسبوع. ايه ده؟ فده حاجه يعني طفله كبيره جدا، ارشه على كل جسم كله بياخد اللون التان اللي انت عايزاه، تنزلي البسين تنزلي البحر ما يتشالش غير بعد اسبوع تكرريه تاني. وملهوش ملوش اي تصرف في المسامات؟ ما بيتصرفش في المسامات، بيعمل طبقه عازله بيحميكي كمان من الشمس. وهو يعني هو يديني اللون ويبقى سان بلوك؟ بيبقى سان بلوك. وليه اخترعوا القصه دي؟ لان كان في طفره كبيره جدا اسمها حمامات التان واجهزه اشعه فوق بنفسجيه البنات بتقف قدامها والسرير ده السرير التان طبعا دي بتزود نسبه السرطانات جدا جدا، فبقى في مشاكل في امريكا بسبب الموضوع ده. كل البنات نفسهم يبقوا جسمهم وشكلهم والبرونزاج بتاع مايا دياب، عارفه؟ ايوه مايا دياب. فهم عندهم ان وهم شايفين ان مايا بتتعرض لل السرير اللي بيبقى بالعكس ابدا، هم دلوقتي كل الناس كل الممثلين بقوا يستعملوا البرونزاج الاوتو برونزاج دوت، وده يبقى سهل رائع جدا وسهل وبيديكي لون موحد، لما بيروح كله اللون كله بيروح ما يبقاش فيه اريا غامقه او اريا فاتحه. اوتو برونزاج اوكي، ده يبقى احنا كده حلينا الموضوع، حلينا المشكله. طيب في اوقات من كل واحد وليه بشرته، بس معظم من بنات او في بنات كتير بيبقى فيه في وشهم زي بوتش، يعني بيبقى فيه حبه موجوده فغمقت الموضوع فوشي بقى فيه فاتح وغامق. لما بتيجي الصيف مع اول مره بنزل فيها مثلا في الشارع بتبتدي البقعه دي تزداد سمار. ايوه، وتبقى انا اللي انا عارفه في ناس يقولوا لا اعملي ليزر، في ناس يقول لك لا بيضي اعملي كريم. طبعا في هوس في العالم، التبييض ده كريمات التبييض والكلام ده كله ده هوس كبير في العالم. ليه ابتدي استنى لما الصيف يجي وهتعرض للشمس؟ انا بقول لكل بنت او كل سيده او ولد لو في مشكله في بشرتك لازم تتعالج. فمثلا ايه سبب البقعه دي؟ يا اما حبوب يا اما بقع نتيجة الكلف أو تعرض للشمس. دلوقتي في فوم أو غسول مبيض للبشرة، ده أقدر أستخدمه يعني يرجع لون البشرة زي ما كان. بعد كم مرة بقى؟ مش أول مرة، من أول أسبوع بيبتدي النتيجة تبان. يعني الناس اللي عندهم كلف بسيط هنا باين في البتاع، هل ممكن انا بالغسول ده اشيل الكلف لوحده؟ لا طبعا. طب بايه بقى؟ لكن الغسول وهيحتاج كريمات حسب الدكتور ما يقول له في اوائل مراحله، ممكن بعد كده نبتدي نعمل في حاجه اسمها تقشير باحماض فواكه. ما هو ده اللي انا بساله، هل تقشير ولا ليزر يا دكتور؟ على حسب. انا هعلمك على حاجه كويسه جدا. فضل. لو انت لقيتي البقعه دي خفيفه وما فيهاش عمق كتير ولونها فاتح يبقى دي هتحتاج تقشير بس. اوكي، نبعد عن التقشير الكيميائي كله في الشرق الاوسط لان احنا عندنا شمس وعندنا بشرتنا سهله التصبغ. الكيميائي اللي هو ايه بقى؟ اللي هو بنسميه تي سي اي وسلسلك، يعني هتلاقي الدكتور بيحط لك بقطنه حاجه زي الميه تحرق وشك شويه وتعمل لك قشره غامقه وقشره قويه، ده التقشير الكيميائي. ده ابعد عنه، ده نبعد عنه، ده عايز بشره بيضاء اللي هو سكين تايب 1 و2 واريا برد جدا زي المانيا والكلام ده. أوكي، احنا عندنا هنا بيبقى فنبعد عنه. فدلوقتي التقشيرات الجديدة عبارة عن ماسكات بتتحط على البشرة لفترة 8-9 ساعات وبعد كده بنشيلها بتزبط لي البشرة. يعني أنا ممكن أحطه وأنا نايمة بالليل؟ طبعا تحطيه وانت نايمة تصحي تغسلي واغسل يومين ثلاثة بتلاقي وشك أحمر يبتدي يقشر خلاص. دكتور، من أخطر الحاجات اللي في بنات كتيرة جدا بيبقوا عايزين يعملوا ليزر ما بيبقوش عارفين إن في مواعيد للليزر. أيوة، منها حتى ليزر إزالة الشعر.
حتى ليزر ازاله الشعر ممنوع الصيف، ممنوع تبقي واخده تان لمده شهر. تان ازاي؟ مش لازم تبقي قعدتي على البحر عشان تعملي تان، لا يعني قعدتي في شمس وجسمك اخد اسمرار يبقى تمنعي الليزر لمده شهر. ليه بقى؟ هتبقعي ليه؟ خلقها. طبعا يبقى ازيل الشعر بالاشياء الاخرى لحد ما الشهر يعدي. او لو انت دلوقتي رايحه لدكتور عايز تعملي ليزر بعد بقى ما صيفتي لازم تقولي له انا كنت يا دكتور في المصيف من اسبوع من اسبوعين، هيبتدي يديكي سان بلوك يمشي مع بشرتك لفتره الشهر ده لحد ما يعدي، بعد كده تعملي ليزر بامان. يعني انا هل مسموح ان انا اعمل ليزر في الصيف؟ مسموح طبعا، في اجهزه دلوقتي حتى ايفن الفراكشنال اللي هو بيشيل الحفر والبقع، بس في بريكوشن زي ما قلت تبقي مش واخده تاني لمده شهر. الاسبوع اللي بعد الليزر اللي هو بقى الليزر اللي بيشيل البقع والحفر والكلام ده ما تتعرضيش للشمس، تبقي عارفه انك مش هتنزلي في البيت لمده اسبوع والسان بلوك زي الميه بالظبط. لان انا مثلا ليه بتضطري تعملي في الصيف؟ في بنات بيبقى فرحها في العيد وفي الصيف وعندها مشكله مثلا ان هي ايام الدراسه مش هتقدر تقعد في البيت فهتقدر تعمل في الصيف، يبقى لازم تتبعي التعليمات الواجبه بعد الليزر. طيب. دي اهم من الجلسه نفسها. حلو قوي. هنتكلم بعد كده على الستريتش ماركس لان في ستات وامهات كتيره واحنا كلنا عندنا هذه المشكله، بس هناخد الاول سعاد. سعاد اتفضلي. مساء الخير يا استاذه مفيده. مساء الفل حبيبتي. انا سعيده بيكي النهارده. ربنا يخليكي. وسعيده برضو ببراد بيت، وكان نفسي تقولي له كمان انا كمان نيكول كيدمان. ايوه بالظبط. انا هلخص قوي ومش هبعد عن الموضوع البشره. انا درست اضطراب العلاقه الزوجيه اللي كل النتائج قالت ان هي بترجع لبدايه العلاقه بين الاثنين. بتتلخص في كلمة واحدة، الصدق بين الاتنين. أنا عايزة إيه؟ أنا عملية، يبقى هبص إلى حد ما نمبر وان للمادة. أنا عاطفية، يبقى ببص للحب، علاقته بيا إيه وهيديني إيه. صدقيني يا أستاذة مفيدة، لو الناس رجعت للصدق هي عايزة إيه وفي الكلام اللي يطلع مظبوط، صدقيني في كل أحوال البلد مش في العلاقه دي حقيقة. طيب. هتتصلح. مدام سعاد عندك سؤال للدكتوره؟ بكل جرأتك المهذبه الجميله. ربنا يخليكي، ميرسي، بشكرك. الله يخليكي يا حبيبتي. حضرتك تحبي تسألي أي سؤال طبي للدكتوره؟ لا، أنا هقول إن الكلمه دي برضو لما بكون أنا متصالحه زي ما قلتي حضرتك قبل كده مع نفسي، مع أبسط الأمور العلاج البشره، لأن أنا عندي مش عايزه اقول بقى حاجه و60 كام. لا ربنا يديكي الصحه. لما ببقى كويسه وصادقه وضميري مرتاح بيبان على بشرتك وعلى جسمك وعلى حاجه، الجلد ده مرايه الجسم. صح صح. انا بشكر حضرتك مدام سعاد، ميرسي جدا. هنكمل مع حضرتك وهنخش في الستريتش ماركس ونشوف حلها ايه، بس اسمحي نطلع الفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حوارنا مع دكتور. نرجع مرة تانية مع حضراتكم، دكتورة منى السبع استشاري الجلدية والتجميل، واحنا بنتكلم النهاردة مش بس على مشاكل البشرة في الصيف، احنا بنتكلم على كل حاجة عندنا، مشاكلنا عموما وبشرتنا ان كان صيف شتاء، بس احنا مركزين جدا في الصيف. وكنا قبل الفاصل اتكلمنا عن الليزر. دلوقتي اكتر بشرة لازم صاحبتها تبقى بتحافظ عليها لان احنا داخلين على الصيف، الدهني ولا الجاف؟ الدهنيه. ليه بقى؟ اكتر بشره بتتاثر لان هي بتتاثر بالحراره جدا، فيزيد افراز الدهون، يبتدي يطلع لها الروس السوداء والروس البيضاء، يبتدي تلاقي الناس اللي بشرتها دهنيه وشها كانك حاطه عليه اويل زيت في الصيف. ده ما يبقاش واقي يا دكتور منى، يعني ده ما يبقاش حاجه. لا بالعكس، ده هيجي عليه التراب والبكتيريا يعمل حبوب فيها صديد. انا واخده الموضوع بالعكس. فلازم الفوم ده في الصيف على طول ما يقلش عن 3 مرات الفوم بتاع البشره الدهنيه. طب او الغسول الموسي، يعني لنفترض ان البنات الصغيرين بيبقوا في مدرسه وعندهم خارجين وبتاع، هل ممكن نجيب وايبس معينه حاجات هو ان لو يعني بشره دهنيه ما بحبش الوايبس، عايزه الغسول. في غسول زي موس على البشره. فدوت هيبقى في شنطتها وهتدخل التواليت في البريك هتظبط بشرتها. ده سهل. ولازم بعده مهم قوي قوي المرطب بتاع البشره الدهنيه، لان في ناس بشره دهنيه وبتستخدم الغسول تيجي تقولي ده بشرتي نشفت يا دكتور. في مرطب للبشره الدهنيه. يعني انا لما اروح
اسال، لازم كل واحد يبقى عارف التايب بتاع البشره بتاعته واجيب المرطب بتاعها بتاعها، مش المرطب بتاع صاحبتي او اي مرطب عندي في البيت بحطه. طيب. لان انا ممكن اعالج وابوظ بكريمات تانية. انا عندي مشكله، انا بشرتي حساسه بقى، لا هي جافه ولا هي دهنيه، وطول الوقت في الصيف ببقى زي طبق احمر كده، وطول ما انا ماشي وشي وخدودي حمر. في ناس عندهم حاجه اسمها فوتو سنسيتيفيتي، ايه بقى؟ حساسيه ضوئيه. تلاقيها بتزيد معاكي في الصيف، بتعرض جدا للكمبيوتر، للاضاءات اللي هي الهوت، كل ده. فده لازم هتبتدي تستخدمي الحاجات بتاعه البشره الحساسه. هي دايما البشره الحساسه دي لها رينج كامل، الغسول سنسيبيو، كل السنسيبيو يعني الحساس، كل ابتدي باي حاجه سنسيبيو، سنسيبيو يعني حساس. فتبتدي الفورم بتاعهم، الكريم بتاع البشره الدهنيه، لو انت ماشيه كده زي الفل. لو ابتدى يجيلك اكزيما بقى، أو الحرقان، الحرقان انت بتسميه ده اكزيما، انا عندي ده من المكياج، واضطرينا ناخد كورتيزون لمده يومين بالزبط. طبعا ما نكترش عن يومين، نبتدي ناخد كريمات بتبني البشره. في كريمات اقول للدكتور الكريمات بتبني البشره دي احطها كل ده يوم؟ طبعا لازم هيكتبهولك دكتور جلديه. هتحطيها كل يوم لمده شهرين. مع الرينج بتاع السنسيبيو هيظبط بشرتك. مش معنى كده ان ده علاج نهائي، لا، سان بلوك ده مهم جدا ليكي، وكل ساعتين، لان انت بشرتك حساسه من الضوء، لو هتقعدي قدام الكمبيوتر تحطي سان بلوك. ياه للدرجه دي؟ لان دي اشعه برضو بتاثر على بشرتك، انت بشرتك حساسه. كل ما هنبتدي بعد كل 4 5 سنين الموضوع هيزيد اكتر. طب في بنات في الصيف، قبل ما ناخد ياسمين، انا عارفه ان هي معاها تليفون، في بنات في الصيف بيلعبوا لعبه الميك اب، انت عارفه البنات بيحبوا الاي لاينر ويحطوا الروج، ويحبوا بقى يدلعوا نفسهم في الصيف. بس بيعملوا غلطه كبيره جدا، بيحطوها من غير فاونديشن او حتى كريم، بيحطوا على طول من الجلد، يعني الميك اب المائيه دي يعني خطيره قاتله، بتبوظ البشره. بتبوظ. دلوقتي ابتدوا في باريس يعملوا سان بلوك فاونديشن، مش ميزته بس ان هو فيه لون، عشان الناس كانت بتكره ان تحط كريم وبعدين سان بلوك يبقى ابيض كده وما بقاش حلو. لا، ده بقى فيه منه الوان لكل البشره، ده اكس يعني الترا فلويد، يعني ممكن بناتنا صغيرين يستعملوه، زي الميه بناتنا الصغيرين يستعملوه. في كمان بيحمي للشمس اكتر من السان بلوك العادي، لان هو بيحمي من الاشعه المرئيه، فده كويس جدا. ممكن تفيد على جسمها كله، لان نقطه صغيره بتفقد مساحه كبيره. دكتور يعني انا البنات الصغنانين يحطوه بعدين يحطوا الميك اب؟ يحطوا الميك اب، هتحط الميك اب اللي هو ايه، بودره مائيه؟ لا لا، إيه ممنوع، اللي هي بودره وبيحطوها كده، بيحطوا سفنجه في ميه، لان بيجي لي الناس كلها بتعمل يعني البيضه. بتستعملوها؟ بيستعملوها كلهم صدقيني. انتوا انا اتفاجئت. وده اللي بيعمل لهم مشاكل كبيره في بشرتهم. احنا كفايه سان بلوك اللي ليه لون، نبتدي نحط البلاشر والروج خلاص. طالما انا حاطه سان بلوك انا حلوه جدا، انا ما عنديش مشكله. لكنهم يحطوها من غير ده، هو ده اللي بيطلع حبوب طبعًا. هنا ويعمل لهم بقع وحاجات، بقع، وتيجي البنت بشرتها متبهدله. طب ناخد ياسمين. ياسمين اتفضلي. الو، انا ياسمين. ياسمين؟ ايوه. انا ازيك يا حبيبتي؟ الله يسلمك. قولي سؤالك ايه. انا بشكرك قوي يا مدام مفيده على برنامجك الجميل دوت. ده تحت امركم. وعلى كلامك اللي انت بتتكلمي فيه عن البنات والخطوبات وجواز الصالونات والحاجات دي. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. انا بس استاذن حضرتك، عايزه اسال الدكتوره، انا بنوتي عندها 16 سنه. بس طلع لها حبوب بطريقه جامده جدا، او كتيره قوي في وشها. في وشها؟ في جسمها حاجه يا ياسمين؟ لا، ما فيش حاجة في جسمها. الحبوب دي روز سودا ولا حبوب حمراء وملتهبة؟ الاتنين، حبوب روز سودا وحمراء وملتهبة. إيه، انت او باباها كان عندكم؟ باباها بس، لا انا لا، مش كانش عندي الحاجات دي. بابا. طب هي بتاكل شوكولاتة؟ بسيط، مش كتير قوي يعني، مش الدرجة يعني كمية كبيرة اللي هي تعملها كده. طب وديتيها لدكاترة قبل كده؟ وديت لها، بس هي اخدت كريمات وحاجات شوية، وبعد كده ترجع لها تاني. مع استخدامات الغسول والصابون والشامبوات المعينه للوش والكريمات. وبرده ما جابش نتيجه اللي انت كأم عايزاها. عايزه نظره وشها. مش هيبقى كده، انا عارفه، عشان احنا عندنا نفس السن ده. انا فاهمه يا ياسمين. حاضر، هرد عليكي، بس اسمح لنا ناخد سعاد. سعاد، الو. اهلا يا سعاد. الو. اهلا. الو يا سعاد. انا رشا من السويس. والله احنا اسفين. اهلا يا رشروشه من السويس. اهلا بحضرتك. اتفضلي. انا مدام مفيدة، عامله ايه؟ انا كويسه يا رشوش، اخبارك ايه؟ انا بحبك جدا جدا. ربنا يخليك. انا تحياتي لاهل السويس كلهم.
ربنا يخليك. انا كنت عايزه اسال الدكتوره بس في سؤال كده. اتفضلي. بنتي عندها 15 سنه بس رقبتها غامقه وتحت القبض غامقه برضه. هي مليانه؟ مليانه شويه يعني مش قوي يعني. في غمقان تحت الباط وعند رقبتها من هنا. في حد في العيله عنده؟ لو ينفع ان انا اعمل لها الليزر دوت ولا لسه صغيره؟ ليه؟ لسه بدري. في حاجات تحل. في حد في العيله عنده كده؟ لا لا مفيش. باباها ما عندوش؟ لا لا مفيش ولا انا ولا بابا. حاضر. حاضر يا رشا هنرد عليكي من عينيا الاثنين. نخش الاول على ياسمين سريعا عشان وقتنا دكتور. 16 سنه بنتها الحبوب في وشها وحضرتك سالتيها ايه تعمل ايه؟ طبعا دي عندها فاميلي هيستوري وراثه. دي مش هينفع معاها الكريمز. هتبتدي تاخد كبسولات، بتعمل تحاليل وتروح للدكتور بيديها كبسولات لفتره من 3 لـ6 شهور هتحل لها مشكله حب الشباب نهائيا، اللي هي الكبسولات اللي فيها ريتين ايه فيتامين ايه وفيتامين ايه. طب الكبسولات دي عشان انا عارفه خلفيه ليها، مفروض ان هي البنت لازم تعمل تحاليل طبعا ودهون في الدم وليها علاقه ما بتاثرش على الخلفه. ما هي عندها 16 سنه لسه مش هتتجوز دلوقتي، ما عندهاش مشكله ما ياثرش عليها في المستقبل. ما دام عدى 6 شهور ما فيش اي مشكله. كل الناس اللي اتجوزوا وخلفوا كانوا بياخدوا. وانا استعملته على فكره. لا لا رائع رائع، حل رائع ودي حقيقه. وبيجيب طبعًا في اقل من 6 شهور وبينشف الجسم شويه. احنا بناخد معاه مرطبات بس بعد 6 شهور بتنتهي. دي عن تجربة. بتنتهي. شوفي ما شاء الله بشرتك. انا جربت طبعا. لا مش انا اقول عليها. طب رشا مشكله بنتها 15 سنه رقبتها غامقه لازم تخس. الباط غامق. طب لغايه ما تخس لانها 15 سنه عشان هترجع تاني. طب يعني احنا هنبتدي بكريمات تفتيح والجيل زي ما انا بقول، الجيل بتاع التفتيح الموسون والكلام ده كله هيظبطها، بس هتتظبط لوقت قليل. لو ما خستش هترجع تاني. احنا هنقول ان هي هتخس بس كأي نفسية بنت عندها 15 سنة وعندها الغمقان وخاصة تحت الباط وفي الرقبة، ايه من وجهة نظر حضرتك وخبرتك اسرع حاجة؟ هتعمل تقشير. تقشير احماض الفواكه اللي انا بقول لك عليه. ماسك تعملها. ماسك وبيتحط وبيظبط لها الدنيا بس تفرح طبعاً. بنفسها تفرح فده يشجعها انها تخس. اشجعها ان هي تخس عشان اقول لها يعني الدكتور لازم يفهمها ده هيرجع تاني لو وزنك مقلي، لان دي علامه خطيره. لو ابتدى الغمقان يزيد دي بيديني امراض خطيره جدا، علامه ان ممكن يحصل امراض في القولون، ممكن يجي لها السكر بعد كده. دي اول علامه من الحاجات دي. اذا رشا تروح للدكتور تقول له انا عايزه التقشير بالفاكهه بس انا عارفه يا دكتور انه هيرجع تاني. فيا رشا بنوتك لازم تخس، والام اللي شايفه بنتها مليانه وما بتخسسهاش مسؤوليتنا احنا. مسؤوليتك. وبفكر نفسي انا كمان. بشكر حضرتك دكتوره ميرسي جدا نورتينا ونلتقي ان شاء الله في مرات تانية. إن شاء الله. بشكر حضراتكم وتعالوا مع بعض بقى على المطبخ. المطبخ النهارده عندنا حاجات جامده جدا، عندنا فراخ بصوص الليمون وعندنا قوالب شوكولاته بالسوداني. تعالوا مع بعض نلتقي مع صديقتنا حبيبه خرطوب.